أهلا وسهلا فيكم، موجودين معاكم بمينا ICT Forum لعام 2016. ولليوم موجود معانا واحد من الستارت ابس الأردنية اللي شارك بستارت اب اسطنبول. أهلا وسهلا فيك فؤاد جريس من كاش باشا. شكراً. احكي لنا شوي عن كاش باشا. كاش باشا ببساطة كاش باشا هو وسيط العالم العربي لأي شخص حاب يشتري أي شيء أونلاين، خاصة من Amazon.com. Amazon.com هو أكبر موقع للتجارة الإلكترونية حول العالم، ولكن معظم الناس بهاي المنطقة من العالم، طبعاً الدول النامية خلينا نقول، عندهم مشاكل بتواجههم لما هم حابين يشتروا بضاعة أجنبية من هاي المواقع. الأولى إنه هاي المواقع طبعاً هي بتقبل كريدت كاردز، ومعظم الناس حوالي 70% من الناس في العالم العربي ما عندهم حساب بنك أصلاً، فما بقدروا يدفعوا وبفضلوا الكاش طبعاً، والمواقع هاي ما بتقبل الكاش. غير هيك ما بيخدم المنطقة تاعتنا، لأنه إحنا 22 دولة في العالم العربي طبعاً، وكلنا عنا جمركنا وعنا ضرائبنا وعنا كل القصص هاي اللي بتعقد الأمور، ما بتخلي العملية سلسة. فإحنا كشركة تقنية في هذا المجال عملنا عدة تقنيات في الدفع، في اللوجستيات، في التخليص الجمركي، في الكاستمر سيرفيس حتى، وخدمة الزبائن والعملاء، نقدر إحنا نخدم الناس بأكمل وجه زي ما هم بدهم على المواقع العالمية. وصلتوا لستارت أب اسطنبول، كيف كانت هذه الرحلة؟ رائعة صراحة. احنا بنشارك بعدة ايفنتس حوالين يعني المنطقة خلينا نقول، بس ستارت اب اسطنبول هو واحد من الايفنتس اللي بتجمع دول اوروبا، اسيا، شمال افريقيا والشرق الاوسط كمان. فشاركنا طبعا بجزء البيتشنج قدام الحكام، لجنة الحكام. الحمد لله من بين كل الشركات حطينا جهد كبير، يعني عندنا شغف كبير لهذا الموضوع، وحابين ان احنا نعمل شيء جديد، والحمد لله هيها شغاله. واحنا تفاجئنا صراحه، يعني اعطينا افضل ما عندنا، وكان بهذه الايفنت هو الافضل بالعالم كمان. ايش هي الرساله اللي بتحب توصلها لكل الشباب اللي عم يحضرونا هلا ليقدروا انهم يكملوا بستارت اب بلشوها؟ صراحة في بعض الاشياء اللي انا يعني بذكر حالي فيها دائما، انه لازم الواحد يتعلم من الكل. في ناس اشخاص كانوا شركائي كانوا اصغر مني كثير تعلمت منهم، في ناس كانوا اكبر مني تعلمت منهم، الواحد بقدر ياخذ من خبرة اي شخص. الشيء الثاني انه الواحد ما يتفرج على نجاح غيره ويفكر انه الطريق اللي هم اخذوه هو الطريق اللي راح يمشيهم للنجاح اللي هم عم يدوروا عليه. اشكرك على تواجدك معنا، يعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم رفعتوا اسم الاردن بطريقه رائعه، وشيء جد احنا بنفتخر فيه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.